خلينا نكمل مع بعض حل بعض الاكزامبلز الخاصة بحساب البروبابيليتي. زي ما اتكلمنا مع بعض عن الكومبوزيت ايفنتس او الاحداث المركبة زي اليونيون الاتحاد والانترسكشن التقاطع والكومبلمنت او المكمل. خلينا نبدأ مع بعض نقرأ الاكزامبلز ده. A class has 60 students. Of these, 35 students are male and 20 students know how to play a musical instrument. Of the male students, 5 can play musical instruments. Find the probability that the randomly selected student is male or can play a musical instrument. طيب احنا هنا محتاجين، خلينا نبدأ مع بعض من الآخر. ايه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب ان يكون الطالب هو male او can play musical instrument. طيب يبقى احنا هنا بنتكلم عن اليونيون، يعني تقريبا الحدث اللي احنا محتاجينه هنا هو اليونيون ده، الكومبوزيت ايفنت اللي بندور عليه. طيب احنا عارفين ان ال A union B هو عبارة عن ال probability of ال A plus probability of ال B minus probability of ال A intersection B. يبقى احنا عشان نقدر نحصل على ال probability ان هو is a male or can play a musical instrument، يبقى محتاجين الاول نعرف probability ان هو is a male، الحدث الأصلي. إحنا عندنا total number هو 60، يعني الـ N هنا هي 60. طيب منهم 35 students are male، يبقى الـ probability هنا زي ما قلنا هنا الـ frequency، يبقى 35 males out of the 60 ده الحدث الأول. طيب وبعدين هنتكلم عن الحدث الثاني وهو can play musical instrument. طيب علشان يبقى can play musical instrument احنا عندنا 20، يبقى playing musical instrument هي عبارة عن 20 اللي هو عدد الطلبة اللي هم know how to play a musical instrument divided by 60. طيب دلوقتي عايزين ال intersection probability of ان هو male وكمان playing musical instrument، يبقى عايزين ال intersection اللي هو موضحهم هنا of the male students. We have 5 can play musical instruments، يبقى عندنا 5 over 60 اللي هم طلبة male وكمان يقدروا يلعبوا musical instruments. طيب دلوقتي نقدر نحسب probability of ال A union B أو إن هم male or playing a musical instrument. بالظبط نقدر هنا نحسبها بالشكل ده، طالما كلهم نفس ال denominator أو نفس المقام خلاص، يبقى نقدر نعمل 35 plus 20 minus 5 divided by 60، يعني في النهاية هي 5 over 6. خلينا نشوف الإكزامبل اللي بعده. بيقول لنا هنا in a high school graduating class of 100 students، يبقى total number اللي عندنا هو 100 students، 54 studied mathematics، 69 studied history، and 35 studied both mathematics and history. يبقى احنا نقدر الكلمة دي نقدر نترجمها both هي A intersection B، يبقى احنا كده عندنا ال intersection. طيب خلينا نشوف الأسئلة اللي عندنا. If one of these students is selected at random، يبقى ال experiment بتاعتنا ان احنا بنختار student. Find the probability that the student took mathematics or history، يبقى خلينا نقول ان هنعرف الحدث M ان هو student took mathematics، وإن الحدث H إن ال student took history. طيب يبقى عايزين نشوف الأول مع بعض إيه هو probability إن الطالب اختار الماث. إحنا عندنا 54 students اختاروا الماث، يبقى هي 54 divided by 100 يعني 0.54. طيب إيه هو احتمال إن الطالب اختار الهيستوري؟ عندنا هو 69 divide by 100 يعني 0.69. طيب آخر حاجة عندنا هي ال intersection هو studied both of them، يبقى هي 35 over 100 probability of M intersection H هو 35 over 100 يعني 0.35. طيب أول سؤال عندنا بيقول لنا إيه؟ math or history، يبقى محتاجين نجيب ال union. يبقى في number A هنا عايزين M union H يعني 0.54 احتمال ال M plus 0.69 احتمال ال H minus
خلينا نصلح ده minus 0.35. يعني عندنا الاحتمال النهائي هو 0.88، وزي ما بأكد دايما لازم ال value اللي يطلع لنا يكون within 0 and 1. طيب number B بيقول لنا the student didn't take either of these subjects، يعني هو ما أخدش ولا واحد منهم، الطالب ما اختارش أي مادة من دول، ما أخدش الماث ولا اختار الهيستوري. يعني لو بنبص على الفين دايجرام، لو قلنا إن هنا الماث، خلينا هنا في intersection هما not mutually exclusive، يعني محتاجين نرسمهم بالشكل ده، عندنا هنا الماث وعندنا هنا الهيستوري، عايزين طالب ما درسش أي حاجة فيهم. يعني إحنا بنتكلم عن المساحة دي، دي الأريا اللي إحنا مهتمين بيها، اللي هي موجود في الكلاس لكن هو طالب ما اختارش ماث أو الهيستوري، وكمان ما يكونش اختار الاتنين مع بعض. طيب دي هنعبر عنها إزاي؟ يبقى إحنا محتاجين كده probability of M union H prime، يعني محتاجين الخارج M union H. طيب دي نقدر نحصل عليها إزاي؟ ما إحنا اتفقنا إن الكومبلمنت هو 1 minus الحدث ده، يبقى 1 minus probability of M union H يعني 1 minus 0.88 يعني 0.12. طيب لو رحنا لنمبر C هنلاقي إن في نمبر C هنا the student took history but not math، يبقى ال student اختار ال history لكن not math، يعني ال M complement أو ال M prime. طيب دي هنقدر نعبر عنها إزاي؟ لو رجعنا للفين دايجرام، هنا عندنا الماث والهيستوري، ان الطالب اختار الهيستوري لكن الماث ما تمش اختياره، يبقى هو الجزء ده، يبقى هو الجزء اللي موجود في الهيستوري لكن مش موجود في الماث، الجزء الطلبة اللي اخدوا ماث اللي هو موجود في الانترسكشن ما بينهم ده احنا مش محتاجين included، احنا بس محتاجين الطلبة اللي خارج الانترسكشن، موجودين في الهيستوري لكن هم خارج الانترسكشن. يعني احنا هنا طب نقدر نحصل على ده ازاي؟ هو عبارة عن probability of الطلبة اللي اختاروا الهيستوري ناقص الانترسكشن، تمام؟ ان شاء الله تكون الجزء ده واضح، ان احنا هنا بنتخلص من بناخد بدل ما ناخد probability of الاتش كلها وهيكون داخل معانا الطلبة اللي اختاروا المات، لا احنا عاوزين نستبعدهم، يبقى بناخد طلبة ال H كلها لكن بنشيل ال intersection، وده اللي هيكون موجود عندنا هنا 0.69 minus 0.35 يعني 0.34. أتمنى هنا الأفكار الخاصة بال composite events تكون واضحة، ويكون ال examples اللي أخدناهم دي تكون مساعدة في فهم الكونسبت نفسه. لو في أي سؤال أو جزء مش واضح يتم التواصل إن شاء الله بشكل مباشر. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.